السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا والناس راهي قضيتين في يوم واحد، ايطو مهدد بالسجن بسبب النوت. يدخل للسجن وما يدخل السجن، احنا شدخلنا فيه؟ يدخل للسجن الجزائر غادي تدي الماتش برحمة الوالدين، ساهموا الغاشي، ساهموا ناس. ايطو يدخل للسجن، غادي الجزائر تدي الماتش ولا اشتيالا كيف يتهمونا برك؟ نوجدوا القلاليز نقلزوا. انتوما عندكم اخبار من عند انفرتينو؟ خاطش نهار اللي روحتوا للفيفا انفرتينو انتوما شاهدين، شتوا الملف ثقيل وشاهدين، كنتوا فماك مي انفرتينو هدر مع مشاكرامي، قال له حط الملف وما تبقاش تهدر. وتعرفوا المحاميين، خاطش مشاكرا كان يبات عندكم ويدور عندكم. مشاكرا عنده استديو صغير وين كان كل خطره، كانت قالبت له هذه 5 شهور كل خطره يبات عند واحد يوريكم في الملفات. كان عندكم ملفات كل خطره واحد يدور عندي ملفات ناو مباراة وسوفا و 100% رانا رايحين، الماتش ما يتعاودش، رانا رايحين، حنا رانا رايحين. تكذبوا على الناس ماشي علينا. انا من نهار الاول قلت لكم اودي انا نعرف حاجة، بلي بارتية كبلت، لونترينر طاح في الارض، مام لونترينر عارف بلي مكان لا معاودة لا والو، لونترينر وباع لكم الاوهام. انا نقول لكم لونترينر وباع لكم الاوهام. لونترينر ولا يتبع فيه مخلي خدمته ولا يتبع في دحمان الكوافير. لونترينر مخلي خدمته يتبع في دحمان الكوافير ويتبع في مشاكرة بلي البارتيات تتعاود، يتبع في امرأة. قالت له قسما بالله لا دينا لكم دي هديه، ديروا تونوا صغيرة فماك، ديجا راكم تلعبوا لي ماتش في قطر. هذيك هي هذوك هما ما راناش عارفين بلي لي ماتش لكم تلعبوهم اللي لعبتوهم والتحضيرات لكم ديروهم في قطر. بالك هذوك هما المشاركه تاعكم، ديروها في السي في عند المدرب بلي لعبنا في قطر، شحال من المباراه لعبتوها في قطر، تحضيرات في قطر، والصح ما روحتوش. هذه هي مدرب ولا مخلي خدمته يتبع في دحمان بلي البارتيات تعاود وملف ثقيل وبالحجر. خما تكذبوا الناس كان داخل هذاك مي قال لكم بلي ملف ثقيل في الاهلي، ماشي ملف ثقيل، مدرب مي قال لكم ملف ثقيل. فما كان يدعم في مشاكره في طول مليونيه فما كان يدعم في مشاكره. هذيك الاخرى تهدر معاه فماك دينا ابتيت جبرنا غير شويه كوتش، جبرنا غير شويه يدير لهم، قال لهم بلي غادي الباش تعاودوا ملف ثقيل وقسامه. هذوك مورا خرجوا قال لك لازم نروحوا لاسويس ولازم مليونيه قال لكم. هذه هي قصه تاعها هذه. لونتريناتي ولا يخرج ولا يدير في تدعيم ليهم باش يروحوا مليونيه. فالناس فايقة، الناس بتخمين، خاطش على كاين اللي يشوف لي كومونتير يشوف منها، هما غي هذوك هما يبارطاجو لبعضهم بعض، يدوروا لبعضهم بعض، خبلاج بعضهم بعض. هذا مكان خبلاج، هذاك المخنث عنده 400,000 مخنث وزايدين ناس داخلين معاه. يعني رئيس جمعية تاع تخناث راسلكم انتوما كومبلي، راسلكم الجمعية في ماريكان باش يخلص من الألمان. هو بروحو عنده كارطة تاع مخنثي، متزوج براجل، راجل متزوج بيه ماشي هو متزوج، هو يكونسومي من عند الرجال برك. هذا مكان باش يكون على بالكم. وين كشفت قناة يعني كواترو الإسبانية يوم الخميس أن ابنة رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو بالغة من العمر 22 تقدمت بشكوى ضد والدها. وأكدت القناة الإسبانية أن هذه خطوة جاءت بسبب عدم دفع إيطو النفقة لها بقيمة 72,000 يورو. تبعوا فيه في النفقة بعديك، فين قلت تهضروا على النفقة؟
احنا قلنا بارتية نفقة داخلة في الخطة. احنا قولونا انتوما قلتونا باللي كاينين لي بريف، هذاك المخنث خرج قالكم باللي مش عكرام قنعني باللي عنده لي بريف وتقنعت باللي عنده لي بريف، هذيك كذبة برك عليك. ما يعطاه الدراهم ولا يقول للغاشي ولا يقول لهم مش عكرام قنعني باللي عطاه لي بريف. اعطينا لي بريف تاع البارتي، اعطينا لي بريف الى صح كاين رشوة، اعطينا حاجة هدية. علاش دخلني انايا النفاقة ولا مشي النفاقة؟ عندو دراهم يصنع لك الطريق من الكاميرون لفرنسا. تهدر لي على النفاقة ولا تهدرون؟ انا مش انا ساهمين، ساهموا الناس لما يتبعوا فيكم، ساهموهم. قولوا لهم انتوما عندكم وثائق تاع نفاقة ولا وثائق تاع كوك سبورتيف؟ وينهم ساعندكم ادله اللي عندكم شتمالا؟ غير يقولوا لنا برك، يقول عندكم انتوما ايطو يمد في الاموال القاسامه، عندكم مكالمه تاع كيما كنتو تكذبوا رواحتو كذبتو، شاهد المكالمه تاع الفار مع مترافيكينها في المشتى، ناس دايرين برميدات تاع الفار، دايرين برميدات مي هدرناها. واحد قال لي لا، هو الداخل كاين كليما، كاميو فيه كليما، كاميو الداخل، تقول لي باللي داير كذابين كيما وعد. قال لهم شي قلت لكم باللي دبرها بلاما البنت تزوج لاما؟ وين راهم ذوك الناس؟ واحد خرج لكم قال لكم قاسما راه هارب، والانتربول راهي داخل في الدار تفتش عليه، هو راه هارب. ايطو راه في السجن، ايطو راه مطرد، ايطو راه من ايطو مياو مياو مياو. غير من شويه تقول له قطوطه، تقول له مياو مياو، ماشي ايطو مياو. ريحوا قارعوا وهضروا الارسيست وهضروا على اخر وهضروا. ريحوا كالما، البحر راه كالم. ريحوا بيدخلوها للشعب اللي ذراع، باللي احنا كنا نقولوا ايطو وصح ايطو. ويرا ايطو؟ انتوما قلتوا لنا البارتي تعاود، انتوما ما عرفتش تعاودوا، عندنا حقائق وعندنا ادله. احنا على بالنا باللي تكذبوا، وعلى بالنا باللي من بعد تقلبوها على بالشيخ، وتقلبوها على القنوات، وتقلبوها على الخونه، وتقلبوها من، وتقلبوها غير. اذا عندكم ادله بينوهم. هذوك الناس قام يقول لكم مكاش يسكتوا. هذه هي. انا لو 15 افريل مي كانت عندكم الفرفاره سبابي اللي يسيلوا عندكم، قلت لكم بارتيا ما تعاودش، وتنجموا تروحوا تشوفوها التيت اشتاول رسميا. مباراه الجزائر والكاميرون لن تعاد، وقاسما لن يعاقب. هذا التيت، تبغي تروح تشوفوه روح شوفه. يعني جاي تقول لي باللي ايطو جي واه ايطو النفاقه؟ حنا فهمونا، انتم عندكم ادله تاع نفاقه، عندكم ادله تاع لي كونطرا في اش دخلك هو يدخل الحبس؟ انا شوف انا لا نروح، هو ايطو يدخل الحبس انا اش دخلني؟ انا اش دخلني ايطو يروح للحبس انا اش دخلني؟ نروحوا لكم ديموند ولا نروحوا نلعبوا له في الحبس ولا كي؟ راهو يدخل الحبس، راهو يدخلوا الحبس. ايطو غادي تشوفوا في الكاميرا، تشوفوا في قطر نورمال، ونخلوها لكم على جهه نهار اللي يوروه في الكاميرا. غادي نقول لكم ايطو دخل، ربي نقول لكم ايطو دخل. واضافت ان رئيس الاتحاد الكاميرون لكره القدم ايطو مهدد بالسجن في حاله ثبوت هذا الحدث. والجدير بالذكر ان شركه ملابس الرياضيه لو كوك سبورتيف قامت بتكليف محاميها من اجل رفع دعوى ضد الاتحاد الكاميروني لكره القدم بسبب فسخ ايطو العقد الذي يربط الطرفين بطريقه تعسفيه. هذا يعرف قوانين، هذا قرا القوانين، هذا يعرف القوانين. ضاو يعاقبوا، ضاو يعاقبوا، غادي يعاقبوا، غادي يدخلوا الحبس. شحال راكم باغيين نتوما؟ بربات غادي يدخلوا بربات في طو ذاك المخنث يدخلوا، خاطر ذاك المخنث دائما يقول لهم هذا شوفي لازم يدخل الحبس. بعد ما ايطو فين دخلها الحبس، دخلها الحبس. الله يعليكم.
عيط لمشاكرة، عيط لمشاكرة، عيط لمشاكرة يقنعك، عيط لمشاكرة يقنعك. ساعة بنية، ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو، ربي يحفظكم.